تحية طيبة متابعينا الأعزاء، ولقاء يتجدد مع حلقة جديدة من برنامج الخلاصة. هل تشكل العولمة خطرا على الإسلام؟ وهل يجد الدعاة صعوبة في التعامل معها ومع أدواتها المستجدة؟ وكيف يمكن لنا أن نطوع العولمة لنكسبها إلى جانبنا بدل أن نعتبرها عدوة ونبادرها بإطلاق النار؟ أسئلة نطرحها الليلة على ضيف الخلاصة سعادة الدكتور غازي بن سعد المغلوث، الذي حملت رسالته لنيل شهادة الدكتوراه عنوان اتجاه الدعاة نحو العولمة. بداية نرحب بضيفنا سعادة الدكتور غازي، أهلا بك. أهلا ومرحبا أخ الكريم. حياك الله. اسمح لي أن نتعرف على سيرتك الذاتية أولا ثم نعود إليك. أعزائي المشاهدين، وقفة نتعرف فيها على سيرة ضيفنا ثم نعود إليكم. الدكتور غازي بن سعد بن محمد المغلوث من مواليد مدينة بقيق بالأحساء المنطقة الشرقية، استاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الإمام بالأحساء، دكتوراه في العولمة من كلية الدعوة والإعلام بالرياض، ماجستير في القوة دراسة تأصيلية من كلية الشريعة بالرياض، بكالوريوس شريعة من كلية الشريعة بالأحساء، مدرب معتمد في تنمية الموارد البشرية من مركز الراشد بالكويت، مدرب معتمد في تنمية الموارد البشرية من بيت الخبرة جامعة الملك عبد العزيز بجدة، مدرب معتمد في تنمية الموارد البشرية من مركز المصباح للتدريب، حاصل على دورة في أساسيات التعليم الإلكتروني من مركز التعليم عن بعد بجامعة الإمام، عضو رابطة الأدب الإسلامي، عضو نادي الأحساء الأدبي الثقافي، مؤلف لكتاب الإسلام والاتجاهات المادية المعاصرة، تقديم برنامج تدريبي عن التخطيط الاستراتيجي، تقديم برنامج تدريبي عن مهارات الإنجاز السريع، تقديم برنامج تدريبي عن أساليب التطوير الشخصي. مؤلفات تحت الطبع: كتاب العولمة وموقف الدعاة منها، كتاب التخطيط الاستراتيجي. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى ومع ضيفنا سعادة الدكتور غازي المغلوث. حياك الله دكتور غازي. الله يحييك بارك فيك. دكتور غازي، عنوان دراستك في مرحلة الدكتوراه اتجاه الدعاء نحو العولمة دراسة تحليلية، اسمح لي أن نقف قليلا نتعرف فيها على هذه الدراسة ثم نعود إليك مرة أخرى. أعزائي المشاهدين، نقف قليلا مع تعريف بدراسة الدكتور غازي ثم نعود إليكم مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على المصطفى وآله ومن اهتدى. هذه دراسة اتجاهات الدعاة نحو العولمة، حصلت فيها على درجة الدكتوراه، وهي تناولت قضية العولمة بوصفها مصطلحة من المصطلحات الحديثة التي استبطنت الوجدان العربي تقريبا في القرن المنصرم. وهذه الدراسة عنيت بموقف الدعاة من العولمة بتجلياتها المختلفة، أكان ذلك في الجانب السياسي أم في الجانب الاقتصادي أم في الجانب الثقافي أم في الجانب الإعلامي. ثم أيضا تطرقت هذه الدراسة لمعرفة هل الدعاة استطاع أن يوظفوا أدوات وآليات ووسائط وتقنيات العولمة في توصيل الدعوة إلى العالم أم لا. وحقيقة الدراسة وقفت عند عدة نقاط، منها أن كثير من الدعاة حتى الآن لم يستوعب مصطلح العولمة، وليس فقط الدعاة، أيضا ينصرف هذا الجانب إلى النخبة المثقفة في العالم العربي، فكثير من النخبة العربية نظر إلى العولمة على أنها هيمنة ومؤامرة كونية غربية على العالم العربي والعالم الإسلامي، وهذا أكيد ليس بصحيح. العولمة هي مرحلة تاريخية تمر بها البشرية، اشتبك بها العالم اشتباكا عضويا سياسيا وثقافيا وإعلاميا واقتصاديا ومعلوماتيا. الشاهد الذي يريد أن يستفيد من العولمة هو الذي يضع مشروع، هو الذي يضع مخطط، هو الذي يضع رؤية. أما الذي يبقى كرد فعل فقط أن يعيش حياته كحارس مرمى يسد الضربات، هو لا يستفيد من العولمة، يقع دائما في دور الضحية. هذا ما أردت أن أقوله في هذه الدراسة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
دكتور غازي، بداية دعنا نتعرف على بعض المصطلحات التي وردت في دراستك، ومنها الدعاء، الدعوة، العولمة، وذلك بإيجاز. بإيجاز، حقيقة الدعاء أو الداعية، الدعاء جمع كلمة داعية، والداعية في الغالب هو المبلغ لدين الله، في الحديث صح عنه عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. الدعوة كما جاءت في النصوص هي الإسلام، إذا قيلت الدعوة له دعوة الحق أي هي الإسلام. العولمة، مصطلح العولمة هو من المصطلحات الحديثة. العولمة معجم وبستر، المعجم المعروف عندما تكلم عن كلمة العولمة قال: جعل الشيء عالميا، يعني هو كان في إطار المحلية ثم انتقل إلى العالمية، فسميت هذا المصطلح تجوزا مسمى العولمة. لكن إن شاء الله تعريف المفصل سوف يأتي. لا، سنبقى احنا مع مصطلح الدعاء. يعني ألا يفرض علينا العولمة نفسها، ألا تفرض أن يتغير مصطلح الدعوة أو الدعاء يعني عن سابقه إلى حالة أخرى أو مصطلح آخر أو تعريف آخر؟ لا، ليه؟ لأن العولمة هي فقط هيئة أدوات ووسائل ووسائط جديدة للداعية حتى يوصل فيها دعوته إلى الطرف الآخر، لا أقل ولا أكثر. يعني لا نستطيع أن نفرق الداعية قديما عن الداعية حديثا. الداعية القديم هو مبلغ، والداعية الحديثة الداعية حديثا هو مبلغ، ولكن اختلفت الآليات والوسائل والوسائط. وبالتالي الداعية كان في السابق يحتاج إلى منبر الجمعة، يحتاج إلى موقع كإمام مسجد، يحتاج إلى أن يأتي للناس في الجماعات. الآن لا، في ظل هذه العولمة وفي ظل هذا الاشتباك الذي حصل في العالم أصبحت القضية أيسر وأسهل بالنسبة للداعية. لكن ألا ترى يا دكتور أن داعية أطلقت، يعني تسمى التجاوز فيها كثيرا، فأطلقت على كل أحد وكل شخص؟ يعني هل كل من يبلغ، يعني ولو يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولا آية، يستحق أن يطلق عليه لقب داعي؟ في الغالب هي لمن يمارس الدعوة بشكل مستمر يعني. نعم، وليس فقط ولكن كل مسلم الأصل فيه أنه هو داعية. كل مسلم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يدعون فعلا، لكن أقصد إطلاق الاسم. نعم، إطلاق الاسم هم فرض أنهم يدعون. نعم. لذلك قال الفقهاء: لا مشاحة في الاصطلاح. لا مشاحة في الاصطلاح. إحنا ليست قضيتنا الاصطلاحات. نعم. إحنا قضيتنا المرامي والمعاني والمغازي. نعم. وليست قضية المصطلحات. والداعي فليكن داعية، إيش المشكلة؟ فالمسلم أينما كان هو داعية. لا، ولكن الآن ينصرف. أحيانا الإشكالات تكمن في قضية التعريف، يعني عندما أعرف شخص، إنسان لا يملك من المعلومات شيء، حتى في قضية دعوة الإسلام، وأقول الداعية فلان الفلاني، فقد يستمع إليه الآخرون يعني على أن كلامه كلها حقائق، كلام علمي، كلام، وهو قد يكون بعيد جدا عن يعني عن هذا الوضع أو هذا التقييم الذي يقيمه الآخرون فيه، فنقع في إشكالية أننا صنفنا أو وضعنا أناس في غير مكانهم. كأن نقول هو دكتور جامعي مثلا، يعني وأنت تعلم دكتور جامعي، بينما هو لم يتخرج حتى من المرحلة الثانوية. ألا ترى أن ذلك حقيقة موجودة؟ لا، إلى حد كبير هذا صحيح، يعني هذا يظهر، ولكن الأصل أن الداعية هو الذي يمارس الدعوة باستمرار، يعني وليس فقط يمارسها على شكل متقطع كما يمارسها المسلم العادي. فلذلك أرى بأن حتى إطلاق مصطلح الداعي على الشخص الذي لا يمارس الدعوة لا بأس فيه، يعني لا يترتب على ذلك إلا إذا كانت قضية أنها يعني تعطي معلومات للطرف الآخر، معلومات غير صحيحة بأن هذا الرجل محل ثقة وهو ليس كذلك. جميل. فحينئذ تكون المسألة خطأ. جميل. إذن هذا مصطلح الدعوة ويترتب عليه يعني الداعية والدعوة. ماذا عن مصطلح العولمة؟ المصطلح العولمة هو حقيقة كما ذكرت سابقا هو من المصطلحات الكبرى التي يعني شهدها القرن العشرين، في نهاية القرن العشرين. طبعا احنا انتقلنا الآن القرن 21، في نهاية القرن العشرين تقريبا في 1995 1994 خرج عبارة للشخص يقال له ماك ماكلهان، يقول: العالم أصبح قرية صغرى. العالم قرية. نعم. صغرى، يعتبر يعني هذا المصطلح اللي ظهر في التسعينات بداية كلمة العولمة. مش معنى أصبح قرية صغرى، أي أن العالم اشتبك اشتباكا عضويا. فالعالم كان في السابق هو عبارة عن جزر منفصلة، ولكن نتيجة 5 أحداث كبرى حصلت على تاريخ العالم جعلت العالم يشتبك اشتباك كبير. الحدث الأول الذي حصل على مستوى العالم هو حدث سياسي، هو انهيار الاتحاد السوفيتي. انهيار الاتحاد السوفيتي بعد ما كان العالم يحتكم إلى قوة واحدة، قوتين، أصبح يحتكم إلى قوة واحدة، وبالتالي تعد أصبح مصدر العالم الآن واحد وليس متعدد الآن. وهذا ربما الجانب السياسي. الجانب السياسي في العالم. نعم. نعم. أيضا القضية الأخرى، واعتقد أن من الأحداث الكبرى التي هزت القرن العشرين اللي هي منظمة التجارة العالمية 1994 عندما أنشئت ودخلت وبدأت الدول تتسابق إليها زرافات ووحدانة للدخول فيها، فأصبحت كثير من دول العالم تحت مظلة منظمة التجارة العالمية، وهذا. نعم. سهل من شأنه الإجراءات، انتقال البضائع والسلع والخدمات بين دول العالم، وهذا مثل الجانب الاقتصادي بصورة قوية جدا في المعولمة.
قضية أخطر أيضا اللي حصل في العالم تقريبا بداية الثمانينات، صار حدث ضخم وهو بدأت الآن الأقمار الصناعية تبث على مستوى العالم، وسميت في تلك الفترة ثورة الإعلام أو ثورة المعلومات. فبدأت بخمسمائة قمر صناعي طوقت العالم كله، شايف كيف؟ فسميت في بعد ذلك العولمة في الجانب الإعلامي، الجانب الإعلامي. طيب العولمة في النهاية في الجانب الإعلامي شنو هو ماذا تحمل؟ تحمل وعاء ثقافي في النهاية، تعمل قضايا ثقافية، فسميت العولمة الثقافية. فهذا على المستوى السياسي الاقتصادي الإعلامي الثقافي. القضية الأخطر التي حصلت في تاريخ البشرية بعد ما قام البنتاغون بتعميم الإنترنت على مستوى العالم، تعميم الإنترنت على مستوى، تعرف الإنترنت كان موجود في البنتاغون في وزارة الدفاع الأمريكية، ثم تم تعميمه على مستوى العالم لما انتقلت أصبحت شبكة دولية يدخل فيها كل العالم، فجاءت ما يسمى بثورة المعلومات، فأصبح العالم كله الآن متواصل. هي الجزء المهم في قضية نعم أصبح الآن متواصل الآن معلوماتيا الآن أصبحت المعلومات الآن متداولة. لذلك أنا عجبني تعبير أحد المتحدثين عندما قال في هذا العصر يصح أن نقول عن المعلومة شبيك لبيك المعلومة بين يديك، لأن المعلومة صارت المتداولة. شيخ جوجل أصبح الآن الشيخ جوجل، نعم مثل ما تفضل. نعم لأن جوجل هو فكرته منه، قام لاري باج وسيرجن برين اللي هم طلاب في الجامعة باستئجار فقط مرآب اللي هو أعتقد قراش، واستلفوا من رجل أعمال $100,000 وجابوا مجموعة من الأجهزة وبدوا يصلون بينها، وصلوا إلى محرك بحث اللي هو سموه جوجل، وبدأت الفكرة. نعم الآن هو بدأ $100,000، الآن سعره في العالم $15 مليار الآن، قليل في حقها. دكتور طرحت في بحثك مجموعة من المفاهيم حول العولمة، حدثنا عنها المفاهيم، ما المقصود فيها؟ لا نقصد فقط ما معنى العولمة، اتجاهات العولمة وما إلى ذلك. نعم يعني أنا طرحت فيها في الدراسة عدة مفاهيم. أول قضية عندي طرحتها اللي هو موقفنا نحن من العولمة، ما هو موقفنا من العولمة أو موقف العقل المسلم من نحن كمسلمين كمسلمين لا نعم. أنا أقصد هنا شريحة الدعاء، نعم شريحة الدعاء ما موقفها من العولمة. نعم. طبعا كانت الدراسة فيها دراسة ميدانية وليست دراسة فقط نظرية. نعم. هناك شق نظري وهناك شق فكنت أبي أعرف أول شيء على المستوى النظري كيف نظر النخ نظرة النخبة العربية إلى العولمة. هذا على المستوى النظري. يبدو لي أنها كانت نظرة سلبية كالعادة. النخبة العربية دائما هي من أسباب المشكلات عندنا في العالم العربي، لأنها غير قادر على فهم العالم. جميل. وكيف يتحرك العالم. إذن هذا من المفاهيم الأولى. المفاهيم نعم. ما هو موقف النخبة من العولمة؟ في القضية النخبة من الدعاء أو من النخبة بشكل عام؟ على المستوى النظري النخبة الثقافية. في على الجانب الميداني الدعاء. نعم. يعني فأنا أخذت شريحة المثقفين في الجانب النظري وشريحة الدعاء في الجانب الميداني العملي. جميل. شايف كيف؟ فيعني المثقفون يرون بأنها هي هيمنة غربية. هي هيمنة غربية على العالم، أو إذا صح التعبير يسمونها أمركة العالم، تحويل العالم لأن يكون أمريكيا أو أمريكي الطبع كما يقولون. الدعاء أكثرهم بحكم أنه مصطلح وافد أكثرهم لا يفهم هذا المصطلح ولا يعيه، وبعضهم يرفضه جملة وتفصيلا. نعم. هذه ما يتعلق، وهذه مشكلة أن يرفض دون يعني أن يمتلك معلومة كاملة أو تفهم كامل. نعم. ويرفض يتخذ موقف الدفاع من قبل أي نوع. طبيعة الإنسان قالت العرب العرباء، العرب الأقحاح الخلص، يقولون الإنسان عدو ما يجهل. الإنسان عدو ما، فالإنسان ما كان عنده رؤية واضحة لما يتحدث عنه، فبالطبيعة راح يكون على الضد منه، خصوصا أنه أتى من الغرب. والغرب في الوجدان الشعبي المستبطن عندنا في الوجدان بأن الغرب عدو ولا يريد لنا الخير. فلذلك أي شيء يأتي من الغرب من هذا هناك من هذا المنطلق، يعني من هذا المنطلق يكون هناك فيه كثير من الحذر. دكتور لما تكلم عن توجهات العولمة، هناك توجهات سياسية، توجهات اقتصادية، توجهات اجتماعية، ربما تطرقنا لها قليلا في التعريف، لكن دعنا نتحدث أكثر عن هذه التشعبات والتوجهات. لا شك أن الآن في ظل العولمة، وإن كنا الآن فيما بعد العولمة، ولكن لا بأس أن نتكلم الآن عن العولمة. في ظل العولمة يعني حقيقة في على الجانب السياسي لا ننسى، يعني حقيقة لا نغفل جانبا أن تغيرت كثير من المفاهيم. أصبحت يعني على سبيل المثال فكرة الانتخابات الآن مقبولة اجتماعيا، مقبولة ثقافيا الآن. قصدك المفاهيم إلى الأفضل؟ المفاهيم نعم فيها أو أنها ممكن تكون ممكن فيها جوانب جلبي وسلبي وإيجابي. أنا أعرف أن الحياة في دائما فيها الجانب السلبي والإيجابي. كان يقول عبد الوهاب البياتي شاعر العراق العظيم، معروف، عدالة المسيح في التاريخ لن تقوم
بمعنى عدالات الأنبياء لا تقوم في الأرض. نعم نعم. بمعنى الحياة عبارة عن تنازع ما بين الخير صحيح والشر. صحيح. لا يمكن يغلب هذا أحيانا. هذا يغلب أحيانا. ولكن أنا أقول لك أن بعض المفاهيم دخلت عندنا في المجتمع على المستوى السياسي، فكرة الحقوق، الحقوق الفكرية، حقوق الإنسان، قضية الانتخاب، هذه كلها الآن تقبلتها كثير من العقول والنخب، بل أصبحت كل النخب العربية تطالب فيها الآن. دكتور يلاحظ أن الناس يعني الوطن العربي إجمالا يعني عنده إشكالية في استشراف المستقبل، يعني هو لا يستشرف المستقبل ثم يضع أفكاره ويبدأ يدرب عليها ويستعد لها، وإنما ينتظر المستقبل غالبا يعني ثم يأخذه ويتعامل معه بردات فعل إن صحت العبارة يعني غير ممنهجة، ثم يحتاج فترة إلى المنهجة وإلى أن يصل إلى نقطة محددة يكون الوقت قد تجاوز المرحلة. ألا ترى ذلك أنه مشكلة صحيح في وطننا العربي؟ لأن القيادة بشكل عام، القيادة عندنا في القيادة الفكرية والقيادة السياسية، أعتقد أنها تحتاج أن تعي هذه القضية. لذلك أجمل تعريف في القيادة كما يقول جون سي ماكسويل، هذا أشهر مدرب في القيادة، ماذا يقول؟ يقول القائد هو شخص قادم من المستقبل إلى الحاضر لكي ينقل الناس من الحاضر إلى المستقبل. يعني شوف هذا التعريف، بمعنى القائد دائما عنده استشراف عن بعد، يرى الحدث قبل الناس وليس بعد ما يحدث الحدث، هو يراه قبلا. فلذلك عندما أذكر يا أخي الكريم الرئيس الأمريكي جون كينيدي أول ما استلم الميكروفون بعد تعيينه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، قال عبارة المشهورة للأمريكان، قال لهم: لا تسأل عن ماذا قدم لك وطنك، ولكن أعد السؤال كرة أخرى، ماذا قدمت أنت لوطنك؟ هذا الخطاب الأول. الخطاب الثاني ماذا قال فيه؟ قال: أيها الشعب الأمريكي، لقد اخترنا أن نذهب إلى القمر. القمر، لا ركز معي، إلى القمر طبعاً. هذا في 1959 غير متخيل. نعم. في عام 1969 أرنولد أرمسترونج يركب اللي هي المركبة أبولو ويصعد إلى القمر. من 59 وضعت الرؤية، في 69 صدقت النبوءة وصعد الإنسان إلى القمر. كان السبب في ذلك معروف، يعني التنافس الحاد في فترة مع الاتحاد السوفيتي، بس الرؤية كانت الرؤية البعيدة، الرؤية البعيدة. لذلك يقول صاحب إيكيا مشهور، هذا كان له عبارة، له مذكراته، يقول: الفاشلون على قسمين، قسم فكر ولم يعمل، والقسم الثاني عمل ولم يفكر. لذلك في الأداب الآسيوية يقولون: رؤية بدون عمل حلم، وعمل دون رؤية شقاء، أما رؤية يتبعها عمل فهذا نصر. وذلك يقولون: من لم يخطط فقد خطط للفشل. يعني هذه من العبارات أيضا المشهورة في هذا المجال. نرجع مرة ثانية دكتور، عفوا، أيضا للتشعبات اللي ذكرناها، يعني ربما لا يعنينا كثيرا قضية الجزء السياسي من العولمة أو الجزء حتى الاقتصادي، يعني بينما الجزء الاجتماعي الثقافي هو العنصر الرئيس بالذات لتعلقه بالدعوة والدعاء في بحثك. هل تفيض في هذا المجال قليلا؟ وحقيقة العولمة قدمت يعني للدعوة حقيقة مكتسبات كبيرة، وهذا ما طرحته في وعب، بمعنى أن أصبحت الآن شبكة المعلومات، التليفون الجوال، الإعلام الجديد، أصبح الآن منفذ خطير الآن على العالم. في السابق كان يقولون أخي عبد الإله بأنه يعني من شروط القتال بين الدولة الإسلامية والدولة غير المسلمة منع الدعوة. إذا منعت الدولة غير المسلمة الدعوة حينئذ يجوز قتالها، هذا عند الفقهاء. الآن في ظل هذا العصر هذا الشرط لا يمكن القول فيه، لأن أصبحت الدعوة الآن تنتقل من دولة إلى دولة بدون هذا الكلام، هذا خلاص فضاء مفتوح من خلال البث الفضائي. لذلك نسمع كل يوم عن حالات إسلام وعلى حالات إسلام كثيرة وعلى مختلف الصعد وعلى مختلف الشرائح الآن على مستوى العالم كله. آخرهم كنت سمعت عن المخرج اللي أخرج الفيلم المسيء للنبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في يعني وصارت عملية له تصوير وقطتها وسائل الإعلام فأسلم. فالشاهد بأنها الآن الوسائل والمنافذ اللي طرحتها الآن العولمة بالنسبة للداعية أعتقد سهلت أمر الدعوة، هي كسرت أبواب. إن كان يقال عمر بن الخطاب يعني كسر باب الاجتهاد في وقته حقيقة، فأظن أن الدعوة أيضا كسرت الأبواب في وقت العولمة وليست فتحت. يعني ويعني حتى ذكر أحد العلماء قال هذه من علامات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه هو آخر نبي وآخر دعوة، وأصبحت هذه الدعوة الفضاء كله الآن مفتوح لها للتبليغ الآن. فلذلك على مختلف الآن في مختلف دول العالم الناس يسلمون. لكن هذا جرنا إلى سؤال: ما تأثير العولمة على العالم الغربي والعالم العربي بشكل خاص وأيضا العالم الإسلامي؟ شوف، الظواهر لا تؤثر. أنت مساعدت كلمة بس بقيتها يعني أكملها لك: إن لم تكن لديك خطة
فأنت حتما ستقع في مخططات الآخرين. إذا لم يكن لديك مشروع فأنت حتما ستقع في مشروعات الآخرين. يعني العولمة فتحت منافذ، وضعت لك معلومات، أنت الآن هل لك مشروع؟ إذا ما لك مشروع أنت سوف تقع في المصيدة، صحيح. سوف تقع في الفخ. لذلك إما أن تعمل نعم. لذلك الوعي ما هو؟ دائما يقولون العلم هو السلاح، حقيقة العبارة هذه غير صحيحة. العلم هو سلاح، العبارة هذه ليست صحيحة. الحقيقة الوعي هو السلاح. ما هو الوعي؟ الوعي ليس هو العلم، الوعي هو تحويل العلم إلى مشروعات، تحويل المعرفة إلى مشروعات، إلى وقائع مادية، يسمونها في الأدبيات الغربية تسخير الحقائق للوقائع. جميل. لأن المعلومة مبذولة موجودة الآن، لكن كيف توظفها الآن؟ هي الآن هي اللي تطرح عليك العولمة. لذلك تجد الآن العالم، الآن الدول الناجحة مثل البرازيل والهند استطاعت أن تستخدم التقنية، استطاعت تحولها إلى مشروعات. أنت هل استطعت أم لا؟ على يعتمد على المشروع. نحن مقدمون الآن على مرحلة البيكو تكنولوجي والنانو تكنولوجي. إذا إحنا ما عندنا مشروعات الآن، مشروع لهذا المستقبل، سوف نقع في المصيدة. يعني كأنك دكتور يقول إحنا لسنا في حاجة أن نجيب على ما تأثير، وإنما كيف نستفيد؟ كيف نستفيد؟ هذا المفروض. هذا السؤال. هذا السؤال يعني. لذلك يعجبني كلمة براين تريسي، أشهر مدرب في التنمية البشرية. كيف هي أقوى الكلمات في الحياة؟ جميل جدا. يعني كيف تضع، كيف تضع لك مخطط، تضع مشروع بحيث إنك توظف كل هذا لصالحك. وهو جزء من الأسئلة الإبداعية المهمة في قضية التطور. كيف تبدأ بكيف يعني؟ لماذا نحن نشكو دائما من الغرب؟ لأن الغرب عنده مشروع، أنت ما عندك مشروع. في مختلف النواحي أنت دائما تقع في مصيدة الغرب، لأن الغرب عنده مشروع واضح، أنت ليس لديك مشروع واضح. ضع مشروعا سوف تجد القوانين الكونية كلها راح تشتغل معك. جميل جدا. دكتور غازي اسمح لي أن نقف مع فاصل ثم نعود إليكم. لا بس. أعزائي المشاهدين فاصل ثم نعود إليكم مرة أخرى، ابقوا معنا.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى ومع ضيفنا الدكتور غازي المغلوث. حياك الله دكتور غازي. دكتور غازي، هناك أكثر من وجهة نظر وتيار في فهم الأولمة. تيار يراها حقبة تاريخية لفترة زمنية معينة، وهناك تيار يراها مجموعة تجليات لظاهرة اقتصادية، وأيضا تيار ثالث يراها هيمنة وتسلط أمريكي بحت إن صحت العبارة، بالإضافة إلى تيار آخر رابع يراها أنها هي ثورة تكنولوجية إن صحت العبارة واجتماعية. أنت شخصيا كيف تراها؟ أنا أرى بأنها مرحلة تاريخية مرت بها البشرية خلال القرن المنصرم، وأن حقيقة هذه تعتبر قفزة في كل ميادين الحياة،
وأعتقد بأنها هذه المرحلة هي اللي قال ذكر عنها مور اللي هو صاحب قانون مور الشهير الذي قال بعدها كل 8 شهور راح تتضاعف المعرفة وكل 8 شهور راح تتضاعف التقنية بناء على مرحلة العولمة. حصل شيء خطير، انهار التخطيط الاستراتيجي في العالم. يمكن سمعت يا أخ عبد الله الآن المؤسسات جوجل ياهو الإدارة الأمريكية ما تخطط 5 سنوات طبعًا قدام طبعًا. الآن تخططك 6 شهور 8 شهور نعم. طويل المدى أصبح ما يتناسب مع العولمة تجعل وتائر التغيير سريعة جدا فلا تستطيع الدول والمؤسسات والشركات أن تشتغل على 5 سنوات أو 10 سنوات. هذا الكلام الآن تجاوزه الزمن، الآن الشغل على 6 شهور 8 شهور. يعني أنت هذه خطة ثورة معلوماتية أو ثورة في كل ميادين الحياة العولمة. هل يمكن القول بأنها ثورة في ميادين الحياة استغلتها مثلا الدول الكبيرة أمريكا ولا كذا؟ يعني أقصد بدلاً نقول هي عمل أمريكي بحت، هي نقول حقيقة ثورة معلوماتية تاريخية بحقبة كل ما فيها القوي استغل هذه الذي لديه مشروع. في تقرير التنمية البشرية في 2011 و2012 و2013 الصادر عن الأمم المتحدة في اللي هو UNDP مكتب الإنماء المتحدة، هذه سنوية تصدر تتكلم لك عن الدول التي استفادت المرحلة اللحظة التاريخية اللي نعيشها اللي هي مرحلة العولة. ذكروا منها البرازيل وذكروا منها الهند وذكروا منها الصين، لها 3 عمالقة اقتصادياً الآن. الآن بدأوا الآن هم اللي يصيغون مستقبل العالم خلال 20 سنة القادمة. الآن أنت لا تستطيع الآن تستغني عن الصين، قريبا لن تستطيع أن تستغني عن البرازيل، قريبا لن تستطيع أن تستغني عن الهند. أخي الكريم، في السابق كان 33% من إنتاج العالم كله أمريكي، الآن تراجع إلى 21%، لأن العالم ينتج 70 تريليون سنويا تقريبا. فالآن أمريكا تنتج فقط 21 تريليون، في السابق كانت تنتج 33 تريليون. طبعا فتحت أسواق أخرى جديدة، العالم الآن دخل الآن كمنافس الولايات المتحدة الأمريكية. السؤال كيف؟ الآن وضعوا لهم خطة، وضعوا لهم مشروع، وانت تعرف التجربة اللي صارت في سنغافورة، التجربة اللي صارت في ماليزيا، التجربة اللي صارت في الصين على يد سياو يانغ، التجربة اللي صارت في الهند، كلها تجارب كانت واضحة، وضعت رؤية وضعت خطة. جميل جدا دكتور، هذه نظرتك أنت، لكن ماذا عن الدعاة من خلال بحثك؟ كيف كانوا ينظرون لها؟ والله حقيقة الوعي ليس موجود عند كثير من الدعاة، لا أقول الكل، بس فيما قرأ فيما يعني في أثناء عمل الدراسة لا يوجد استيعاب جيد لظاهرة العولمة. لأن لا ننسى يا أخوي عبد الله، ترى إحنا شعب ما يقرأ ما نقرأ. هل الإشكالية مؤسسية أم شخصية؟ لا، هي بشكل عام على مستوى على أن إحنا في السعودية من أفضل الناس، يعني أنا أعتقد أن على مستوى الشرق الأوسط أو مستوى العالم العربي أفضل من يقرأ في السعودية. يعني لذلك معظم سوق معارض الكتب الكتب الأولى على مستوى الوطن العربي، نعم في الكيكة على مستوى العالم، لكن أيضا ما يقرأ ترى هذا نعم، لكن لازال هذا قليل. يعني لا تستطيع أن تقول بأننا، لأن أنا آخر دراسة طلعت عليها أن تقريبا إحنا في السعودية ننتج 4000 كتاب في السنة، وأعتقد قبل سنتين احتفلت الولايات المتحدة الأمريكية بالكتاب رقم مليار. لا توجد حضارة إنسانية أنتجت مليار كتاب. إذا إسرائيل بصغرها تنتج 30,000 كتاب. 30,000 كتاب مثل ما تفضل، 30,000 كتاب هذا يعني شيء خطير جدا. مصر 90 مليون تنتج 9,000 كتاب في السنة. هذا خطير. أرقام حقيقة صادمة. خطير. شايف كيف؟ دكتور أيضا يعني هذا يجرنا إلى نقطة وهي قضية أين نحن من هذا؟ يعني نتكلم عند الخطط وماليزيا وسنغافورة والصين. أين نحن كوطن عربي أو كخليج عربي حتى؟ أين نحن؟ حقيقة في تجارب ناجحة. أنا على الضد من اللي يتكلم دائما أن احنا قبل شهر سجلت حكومة الإمارات الأعلى أداء حكومي على مستوى العالم. طيب في تقارير التنافسية الدولية حققت قطر والإمارات والسعودية في 20 الأولى. جميل. على مستوى العالم، على مستوى تقرير التنمية البشرية الثلث الأول معظم دول الخليج دخلوا في الثلث الأول في التنمية البشرية على مستوى العالم. في تقرير منظمة الشفافية الدولية اللي هي مدركات الفساد حققت دول الخليج تقريبا مراكز متقدمة، هي الأقل على مستوى العالم فسادا، على أن 5 دول عربية طلعت الآن الأكثر فسادا على مستوى العالم. يعني إحنا عندنا إشكالية، يعني في يمكن صحة العبارة، عندنا إشكالية إعلامية. يعني أيضا يعني من فترة كان إطلاق القمر الصناعي السعودي، أنا لم أجد إلا يعني عبارات قصيرة في تويتر أو في جريدة فقط. نعم، وكان يحتاج إلى تغطية أكثر من ذلك. هل إشكالتنا أيضا لازالت لم نستفد من العولمة في الإعلام؟ يعني إن صحت العبارة يعني الاحتفال بالمنجزات العلمية، الاحتفال فيها وتسويقها للرأي العام، أعتقد هذه نقطة ضعف واضحة عندنا في الإعلام. لكن أنا أقول أن هناك في منجز في الخليج، أنا أتكلم عن الخليج، هناك منجز حضاري وتنموي حقيقة يستحق التقدير. صحيح ليس هو الذي نريد، ولكن حقيقة عندنا نماذج صاعدة بقوة.
أنا أعتقد هذا كلام المنصف يعني. أنا كلام المنصف لا يوجد. لا أنا أتكلم من التقارير الدولية، لا أتكلم كشخص. أنا عندي، أنا اطلعت على كل التقارير الدولية، سجلت حكومة الإمارات وحكومة قطر والسعودية، حتى في السعادة، في مستوى السعادة حققنا الأعلى على مستوى العالم. يعني إحنا تقريبا في لا لا 13 أعتقد الإمارات، أعتقد 13 الإمارات، 18 الكويت، السعودية 33 على من 156. أتكلم عن الدول العربية أظن كانت لا لا كلها صنفت اليمن وتونس والجزائر والمغرب من أكثر الشعوب بؤسا. الله يعني تعادل السعادة. هذا التقرير تقرير عالمي، تقرير السعادة العالمية. بل أن الغريبة أن إذا صح التعبير، أنا قرأتها في إحدى المواقع المصرية بناء على تقرير السعادة الدولي، قال إذا اسمع العبارة، قال إذا أردت السعادة فابتعد عن مصر. عجيب. دكتور عفوا، بالنسبة لقضية الإيجابيات العولمة، يعني مثل ما تفضلت أنت، النظرة من قبل الدعاء الغالب عليها أنها نظرة سلبية تجاه العولمة، لكن ما هي الإيجابيات الواضحة التي ينبغي أن يكون يعني يعي بها هؤلاء الدعاء وغيرهم أيضا؟ المشكلة أن كثير من الدعاء هو يستثمر العولمة دون أن يعي بها. يعني هو على المستوى العملي يستثمرها استثمار كبير، ولكن على المستوى النظر غير متقبلها. يعتقد أن العولمة هي هيمنة غربية، ولكنها على المستوى العملي هي عبارة عن كل أدوات التواصل والتقنية التي أتاحت لها أن ينتشر بين الناس. الآن كل داعية له موقع، الآن كل داعية له موقع في تويتر وفي الفيسبوك، موقع انترنتي، ودخل في العولمة. نعم، وبعضهم صار فتاوى، وبعضهم عن طريق الجوالات الآن تصل فتاواهم، وبعضهم للاستشارات. هذا منين هذا حصل؟ هذا كل نتيجة العولمة. هذا شايف كيف؟ يعني هو على المستوى العملي طب، لكن على المستوى النظري يرفضها. يعني مسألة الخوف حقيقة هي هو موقف سلبي، صح؟ موقف سلبي هو موقف سلبي، والبقاء على السلبيات أيضا هو موقف سلبي. هو القضية كالتالي يا أخي عبد الله، الله سبحانه وتعالى من خلق العالم خلق الخير وخلق الشر، هو يعتمد أنت وين وضعت تركيزك فيه. وهنا حيث تركز يزداد ما تركز عليه، حيث تركز. والله هذا الجانب السلبي والإيجابي موجود في كل شيء في الحياة. دكتور، دائما نقول نحن لدينا عقيدة ومنهج وما إلى ذلك، لكننا نخشى المواجهة، نشك في الآخرين، نجعل الآخرين دائما خطر. ألا يشكل هذا تناقض في فكرنا، يعني بينما نحن نثق في أنفسنا من الداخل ونخشى من الخارج؟ لأنها لحظة ضعف، الأمة تمر بلحظة ضعف ولحظة انكسار. وحتى الآن إذا صح التعبير، أنا أتكلم عن القيادة الفكرية، لم يوجد حتى الآن من يضع الرؤية للأمة حتى تنهض من جديد. يعني حتى الآن الكلام نحن مظلومون، نحن كذا، نحن الغرب يفعل فينا كذا كذا كذا. طيب هل لديك مشروع؟ هل لديك خطة؟ هل لديك رؤية أن تعمل يعني فيها؟ الولولة لا تصنع شيئا. عجبتني كلمة لأحد الكتاب الأمريكان، كتب مرة. طبعا تعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة مهاجرين، يعني هاجروا من أوروبا وبعض دول العالم، ثم نقلوا لهم اللي هم الزنوج من أفريقيا، من غرب أفريقيا إلى غرب كارولينا، حتى اللي كان ينقلهم جون نيوتن صاحب قصيدة I will change by road، القصيدة المشهورة. الشاهد أنها كتب يقول، اسمع العبارة ما أجملها، يقول لقد وجد الأمريكيون في أرضهم من الذهب لقد وجد الأمريكيون في أنفسهم من الذهب أكثر مما وجدوه في أرضهم. ركز العبارة. يعني بمعنى أن هذه البلد جعلت الناس تخرج ما عندها من إمكانيات وقدرات. ولعل مثال عندنا صارخ ستيف جوبز صاحب التليفونات الذكية، سوري. وزويل أحمد زويل صاحب نظرية الفيمتو ثانية، مصري. وهؤلاء إبداعاتهم احتضنتها الولايات المتحدة الأمريكية. فالجماعة عندهم مشروع، وهذا الحاضنات البيئية، الحاضنات البيئية مثل ما تفضل. فتصور، أنا سألت مرة سوري، قلت له يا أخي الكريم، الآن ستيف جوبز هذا لو كان عندكم في سوري كانتوا بتسوون؟ راح يطلع لنا هالأبل هالإنتاج اللي الآن غير البشرية كلها؟ قال يا عمي هذا راح كان قتلته الشبيح. هذا مشكلة. دكتور، يعني أنت تكلمت عن قضية الدعاء وموقفهم الإجمالي إن صح العبارة أنه سلبي، لكن هناك أصوات قوية أيضا على مستوى العالم تدعو إلى رفض العولمة، يعني أصوات من داخل أمريكا وأصوات يعني في منتدى دافوس المتكرر، يعني هناك أصوات قوية جدا ترفض الهيمنة الاقتصادية إن صحت العبارة، وهي الجزء الرئيس في قضية العولمة. هناك كتاب كثار في مسألة يرون أن العولمة ما هي إلا تسلط دولة على بقية الدول وامتصاص لخيراتها. يعني ألا يمكن أن يقوى جانب الدعاء أن هذا الموقف ليس فقط موقفكم أنتم كدعاء، وإنما هناك أيضا كثير من الناس حتى غير المسلمين يأخذون هذا الموقف؟ لا، هم ينظرون، اللي تفضلت، إلى الجانب الاقتصادي، وهي ما يسمونها الليبرالية الجديدة أو الرأسمالية المتوحشة. وانت ايش معنى الرأسمالية المتوحشة؟ الجانب الاقتصادي، بأن تعطى تسهيلات لرؤوس الأموال ويخفف الدعم عن المواطنين. وطبعا هذه راح تكون لشريحة، لصالح شريحة واحدة، وهي شريحة رجال الأعمال، على حساب بقية شرائح المجتمع. طبعا لما تخفف الدعم في كل مناحي الحياة من الدولة، والدولة تشير يدها
من مسؤوليتها كراعي للأفراد وكراعي للمجتمع، شايف كيف؟ وتضع المسؤولية في يد القطاع الخاص، والقطاع الخاص ينظر للمر ربح. فلذلك خرجت الناس زرافات ووحدانة تطالب، تقول كيف تضعون المسؤولية كلها عند القطاع الخاص؟ يعني هذا جزء، يعني بس الجزء هذا أقصد فقط. مثلا ناظر جاك شيراك مثلا الرئيس الفرنسي السابق كان يرى أن العولمة هي حقيقة يعني الهيمنة ثقافية أمريكية، ودعا بصراحة إلى مواجهة هذا الغزو. وهذا صحيح طبعا، وأقصد لاحظ عفوا ليس فقط يتكلم عن جانب اقتصادي، وإنما يتكلم عن جانب ثقافي وهو أخطر بالنسبة للفرنسيين. يعني أنا أرجع أقول لك أن أكثر كتب توزع على مستوى العالم هي الكتب الأمريكية، أكثر أفلام توزع على مستوى العالم لا شك أمريكا يعني طيب نعم، أكثر إنتاج على مستوى، أقول لك ثلث إنتاج العالم أمريكي. طيب فرنسا كم تشكل إنتاجها على مستوى العالم؟ طبيعي أن العالم راح يتأثر بالطابع الأمريكي. هذا شيء الاتحاد الأوروبي تكتل نعم. هذا ربما يكون هو قوي في قضية العولمة نعم. أما فرنسا كدولة هي ستبقى ضعيفة، لا تستطيع أن تقف نعم. لأن في النهاية اللي يعمل مشاريع ويقدم منتجات البشرية هو الذي سوف يفوز بالسبق الآن. فأنا بسألك الآن، وأنت تعرف الآن تويتر أحدث تغيير على مستوى العالم، أشك. فيسبوك أحدث تغيير على مستوى أشك. العالم التليفونات الذكية أحدثت تغيير على مستوى العالم. طيب إنتاجها وين؟ كلها في الولايات المتحدة الأمريكية. طبيعي طبعا جاك شراك بحكم أنه يقوى طبعا لابد يروق، يقول أنها هيمنة أمريكية. ترفزنا ببعض الشغلات يعني من فترة أعلنوا أن أكثر الـ 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 يعني أسماء بعض الدول أكثرهم دخولاً للمواقع الجنسية مثلاً، فللأسف نفوز ببعض هذه الجوائز. هذه مشكلتكم. أنا أقصد بدل الاستغلال الصحيح للتقنية والعولمة للأسف أصبحنا نستخدم بصورة خاطئة ونفوز بالمراكز يعني بالأشياء الخاطئة، بينما الصور الصحيحة الإنتاج التطور الإنجاز هو الذي لازلنا نعاني منه. يعني مثل ما تفضلت يا أخي الكريم، مثل ما تفضلت يعني هذه هي نقطة ضعف طبعاً، وطبيعة البشر كل ممنوع مرغوب، فلذلك ينصرف شريحة كبيرة إلى هذا الشيء. الدكتور أو ماذا عن خطر شبكات التواصل الاجتماعي وهي جزء مهم من قضية العولمة؟ أنا لا أشكك في أن هناك خطر وهناك شر، هذا لا شك في ذلك، لا نختلف في ذلك ولا ينتطح في ذلك عنزان، دعنا من ذلك. ولكن السؤال نحن تركيزنا في هذه القضية على إيش؟ على أساس نوصل رسالة ويكون لدينا مشروع أم لا؟ يعني أنا الآن عندي موقع مثلا في الفيسبوك، الفيسبوك كل يوم يقذف لك من البشر أنواع وأشكال عن طريق البريد الخاص وعن طريق أنت ماذا تريد من الفيسبوك؟ أنا عندي رسالة دعوية أريد أقدمها للناس، أدعو لديني، أقدم قيم ومفاهيم أنا مقتنع فيها للناس، وبالتالي أنا مالي شغل إذا كان في الفيسبوك أو في تويتر ناس سيئين، هذا ليس لي علاقة في ذلك. فالشاهد إذا كانت عندي رؤية واضحة في الحياة وعندي رسالة أريد أوصلها للناس، إذا هذا راح أستغلها لصالحي. هذه الأدوات. دكتور أين يمكن دور الدعاء الآن وما الوسائل المتبعة للمواجهة؟ حقيقة أنا أعتقد يعني هذا يمكن يخالفني بعض الكثير، أن المهيمن الآن على أدوات وسائل التقنية هم الدعاء. فالمساحة الدينية عندنا الآن في شبكات التواصل الاجتماعي أو في الإنترنت أعلى يعني إذا صحت مواقع على مستوى العالم العربي هي مواقع دينية، يعني من حيث العدد مواقع دينية. فالآن بالعكس أنا أشوف أن الجرعة الدينية تكون جرعة زائدة عندنا حتى في دكتور نحن في معركة وقد مضى على اشتغالها وقت، هل خسرنا هذه المعركة؟ وهي؟ معركة العولمة والاستفادة منها. لا ما خسرنا معركة الإعلام. ما خسرنا صاحب القرار السياسي، أنا أعتقد في دول الخليج. أنا أتكلم عن دول الخليج إلى حد ما كان عنده وعي بالمتغيرات، ولذلك بعض دول الخليج سبقت كثير من دول العالم. يعني أنا أعتقد أن النموذج الإماراتي سبق الآن في كثير من القضايا أو كثير من المجالات بعض دول العالم، بعض دول الأوروبية. بس إحنا كلنا ست دول خليجية. إحنا نتكلم إذا أنت تتكلم على العالم كالعالم، لا العالم العربي الآن منهار تقريبا، انهار العالم العربي تقريبا. يعني بصورة مختصرة خلاصة بحثك ممكن تعطينا إياها خلال خلاصة بحثي؟ أريد أن أقول بأن العولمة هي ميدان ومساحة جديدة للتحرك لنا. الأهم أن يكون لدينا مشروع، أن تكون لدينا خطة لحقيقة تسخير هذه الأدوات والوسائل لمشروعنا، لخططنا، لنقلتنا، لنهضتنا القادمة. جميل، شكرا لك دكتور غازي على هذا اللقاء الماتع. جزاك الله خير، شاكر ومقدر هذه الدعوة الكريمة. الله يحييك. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم لمتابعتنا في هذه الحلقة من برنامج الخلاصة. بقي أن نستفيد من كلام المحاضر الذي تحدث فيه هذا اليوم في هذا البرنامج عن العولمة وكيف يمكن للدعاة وللمسلمين أن يحققوا من خلالها ما يصبون إليه. لقاؤنا القادم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة من برنامجكم الخلاصة، وهذا عبد الله الدريوش يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.